شوفي انا اسف جدا، يؤسفني ان انا مش هقدر اساعدك في النقطه دي ابدا ابدا ابدا. لانه منذ حدث ثوره 25 يناير تاني يوم، يوم السبت، وكان يوم جمعه تناحى، يوم السبت كان لي ميعاد في حوار صحفي، وقلت ما حدش يكلمني عن الرئيس مبارك، لن اتحدث عنه. طبعا انا عارف ان كل الاعلاميين، مش بقول لك انت كده، كل الاعلاميين قالوا بقى دي لحظه نفتح منصور هو اللي عنده المفاتيح. اقول لهم لا، لن اتحدث عن مبارك ابدا وهو في هذا الوطن مريض يحاكم، عاش ماساه انسانيه، انا لن اتحدث عنه الا بالخير. عاش ماساه انسانيه شخصيه ام وطنيه ام وطنيه وشخصيه؟ وطنيه وشخصيه. شوفي يعني بقول ربنا يخفف عليه الامه ويشفيه. لما واحد يربي اولاده من الصغر، وانا عارف علاقته باولاده كانت وسيخه، كلنا علاقتنا باولادنا، لكن هو كان زياده زياده جدا، انه يشوف اولاده في السجن، اولاده بعد ما كبروا بقوا من اهم الرجال في مصر. بس حضرتك حاجه ثانيه كمان، مسرحيه معروفه جدا، حاجه ثانيه انه هو دايما الحاجات دي بتتم على فترات، يعني بقى لها كده، زي مثلا في ليبيا، في اليمن، في سوريا، تيجي الصدمة بس ايه، يوم لك ويوم عليك يوم لك لغاية ما تنتهي. هو في نفس اللحظة لقي نفسه بيقبض وبعد كده بيتهان. فده عقاب خاص. هو مسؤول، مسؤول، ما بقولش لا، مش انا اللي هدافع، لكن انا على الاقل احفظ له قيمته وكرامته. بقول هو هذا في رأيي انا عقاب ما بعده من عقاب. في مسرحية اكيد طبعا حضرتك نتذكرها معك وانت استاذنا، يعني لشكسبير، مسرحيه الملك لير. ايوه. والملك لير الذي قضى عليه وعلى ملكه هو اولاده. ايوه. ولم يستمع لصوت البنت الوحيده الصغيره اللي كانت صوت العقل، كده زي ما حضرتك كنت مع السادات. أيوة. كنت صوت العقل. وعصف بها، يعني حضرتك بتحكي لي على قصه. أيوة. السادات، انه دايما الحاكم لما يبقى متجبر واعمى بالسلطه وبالتمسك بالكرسي وبيستسلم للي حواليه ومصلحه الناس، لا، احنا ننظر الى التاريخ. فالملك لير فعلا قضى عليه بناته الا الصغرى التي نصحته ولم يستمع وعصف بها. فربما نرى في قصه الملك لير يعني توازي مع ما حدث. يمكن ربنا ما اكرمش الرئيس حسني ان هو عنده بنت صغيره عشان تقول له. هو الحقيقه يعني اكرمه باسره يعني كانت سبب. معلش عشان خاطري الادب. طيب انا احترم كلام حضرتك. ننتقل للرئيس القادم. الرئيس القادم نتمنى ان يكون فتحه خير على مصر، وحاليا في عدد مرشحين اظن 6. أيوة. بعد خروج الدكتور برادعي. دكتور برادعي شخصية عظيمة، له خبرة دولية، آراؤه في السياسة عميقة ومخلصة بدون شك. وخروجه من الساحة، واحنا كنا كلنا يعني بنعتبره في مقدمة المرشحين. أي. مع واحد او اثنين اخرين يعني. انه هو فجأة كده يخرج من الساحة، اعتبر ان دي خسارة للحياة السياسية في مصر. وهو خرج وقال انه لان احنا بنعيش في نظام حاليا في فتره الانتقال غير ديمقراطي. انا بقول له عمر فترات الانتقال ما كانت ديمقراطيه بدرجه الكافيه، هي انتقال. نامل انها تكون في العهد الجديد ديمقراطيه. وكنا نامل ان انت تكون مسؤول العهد الجديد وتؤتي لنا بالديمقراطيه اللي انت عايزها. انا بعتبر ان خروجه كان خساره كبيره. كان خساره ولا خطا منه؟ لا، هي خساره وخطوه خاطئه. خطوة خطأ. يعني كان لابد ان يصمد، يعني كان يصمد ويفضل موجود ويقول لك املنا، انت بتشتكي مفيش ديمقراطيه، استنى واعملها. ايوه. لكن انت تخرج وتسيبها وتروح فين؟ هتروح فين؟ يعني حضرتك مع الخطوات الايجابيه وعدم التسليم بالامر الواقع. أو وجهات نظر يعني. أي. انا مش عالم دكتور برادعي ايه الاصعب بالنسبه له، لكن وجهات نظر. مع احترامي وتقديري للدور اللي هو قام بيه. الرئيس المصري القادم بيواجه مأزق، الفزع من فكرة إعادة إنتاج الفرعون، يعني النظام الرئاسي يمكن بالصلاحيات الممنوحة
للرئيس القادم، والذي لا أستطيع يعني أن أجزم أن البرلمان القادم حيوافق عليها، لأن في الدستور الجديد لابد أن ستقلص صلاحيات الرئيس، وسنتعلم من الخطأ نتمنى. في ظل النظام الرئاسي ازدهر صورة أو ازدهرت صورة الدكتاتور المخلوع. حضرتك في الكلام واحنا بنتكلم قلت أنا مع النظام البرلماني. هل يمكن أن يكون في تصور آخر اللي هو نوع من التداخل ما بين النظام البرلماني والمشترك؟ إيه الصيغة النموذجية في تصورك للرئيس القادم؟ أقول لحضرتك حاجة، أنا بعد الثورة على طول لما سئلت النظام اللي أنت تفضله قلت أنا أفضل النظام البرلماني لمصر. وكان تقديري أنه نحن شبعنا الدكتاتوريات، والنظام الرئاسي ممكن يؤدي إلى دكتاتورية يمكن، لكن نظام برلماني من المؤكد لأنه الرئيس بيحكم من البرلمان مع أغلبية.